FM. الكلمة ليك. لاحظوا في السنوات الأخيرة الأعمار من الأربع سنين حتى كشي للستين، 65 سنة، أربع سنين صالة سبور، ثم ناس ثم صغيرات معناتها توجه الأولياء تويكا فيو أنه ما تعرف ثم أنك معناتها ثم لو كونسيبت حومة تفقد الصغار ما عادش عندهم فين ديفولمون برشا ديكا ديبر اكتيفيتي اللي ولات حتى لي ميدسان بيدهم معناتها الاولياء يلتجؤوا للي ميدسان واللي ميدسان يوجهوهم للي سال دو سبور صغيرات ما تحقرهاش العمر هذاك الفيل عمري العمر هذاك قبل التصاور البيس الزربوط الغميضه الشديه هذوكم الكل كي تفقدوا راهو تكون برشا انرجي نيجاتيف عند الصغار اقرا يتود من الكهرباء ما يهبطش لكن هنا وسام سامحني ما تشوفش لي اربع سنين مازال صغير خلينا نقول على سال دو سبور والله شوف سيال لو بون انكادرمون سي امبرسيونون انا واحد من الناس تاك صافي 10 12 ans اللي قاعد ندرب في الصغيرات وفي الوليدات اللي اكبر منهم سي امبرسيونون الصغار معناتها قاعده شاك فوا تشوف في حاجات غريبه الوليدات الصغار 4 ans قاعد يتصرف في تصرفات راهو تاع 7 و 8 سنين الذكاء ولا هذا نحكيه ذهنيا لكن نحكي على البنيه الجسديه نتاع الصغير حتى بدنيا الفو سافوار دوزي الفو سافوار معناتها سكو بروبوز كوم اكزرسيس فيزيك و بسيشيك الصغيرات يتاقلموا أربع سنين أنا نشوف في حاجات تفرح بالقدير ثم صغيرات معناتها والله 4 و 5 ans صدقني وهولي فيديو نحن نبارتاجيو فيهم سور فيسبوك وجات حتى العديد من زملائكم في قنوات مختلفة صوروا عالم صغيرات 4 ans سي امبرسيونون هنا خلينا نسالك سؤال قبل ما نحكيو اكثر تفاصيل على خلينا نحكيو على الرياضه الفرديه ولا سال دو سبور خلينا نقولوا الجيم احنا معناها ولا حتى الجري ولا اي نوع كان نحب نحكي معاك على المعلومه اللي قاعده نعرفوها احنا في العالم العربي خلينا نقول ولا في الشارع الرياضي اللي ديما نقولوا اللي في في في, في, في العمر هذا وقت الواحد يكون صغير رفع الاثقال معناها كيف ما نقولوا رياضه رفع الاثقال بتخلي الصغير مثلا ما يطولش والله شوف رفع الأثقال بمفهوم رفع الأثقال عندك الحق لكن استعمال الأثقال أدابتي طب باركونتر أنا كنت نحكي لك على الكاترون الكاترون بتبيع الفجامي توشي معناته عمره صغير ما يمس الماتريال دو مشكلاسيون نحن نحكيه كاترون وسانكون سيدي معناتها الاكتيفيتي اللي نبروبوزيهم هما الاسبور دو كومبا الكونغ فو الكاراتي التايكواندو هذو ما دي اكتيفيتي سورتو معناتها يكون الشارج هي الشارج دو بوا معناتها البومب مفهومنا نحن الاكزرسيس بازي سور لي جو برشا لعب دو زادو Par contre, masser le matériel de musculation, معناتها في حد ذاته وي باسي على musculation بمفهومها العام اللي نعرفوه pas avant 17 ans, au moins تعدينا une grande phase de croissance. Avec ça, 17 ans ou 16 ans, 17 ans ou 18 ans, ils aiment un coach bien qualifié, يكون à côté, باش يبعد عليه les charges اللي ou les exercices اللي تكون فيهم معناتها un risque, يمس des secteurs في البدن. كاب FM الكلمة ليك.